السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. سورة النور آية 44 و 45. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. على أربع، لمن أنا قرأت كان المد مش مظبوط، لازم من أربع إلى خمس حركات، انتبهوا. فعدتها مرة تانية وقرأتها صح بالوصل. المهم، يقلب الله الليل والنهار، وليس النهار، انتبه، والنهار. الراء طبعا مفخمة، بس ما تجيبوش معاكم تكرار زيادة. والنهار. طيب، إن في ذلك ذلك لعبرة لأولي لعبرة لأولي الأب الأب صار. القلقلة دائما على وضع الساكن، لا إله إلا الله. الغنن دائما على وضع الساكن. الأب 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 صار. طيب، والله، وليس وا وال وا وا وال لا وا والله خلق كل. في عندي هنا حيجيكي مد مثقل لازم أو ملزم. دابة، النزول من المد إلى الباء بنبر. داب ب، تمام. مما، الهمزة فيش فيها لا همس ولا قلقلة ولا أي شيء، قطع نفس وبس، هذا هو. ما، خدي نفسك من أنفك. فمنهم من يمشي فمنهم من يمشي على بطء. القلقلة على وضع الساكن، بطنه وخالية من أي حركة، انتبه. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي، طبعا
طبعا واضح الغنن عندك النون مع الهاء منهم مظهرة، ما دام عليها رأس الحاء أو الخاء مظهر، الميم خالية من الحركة، إذا هناك حكم يا إما حيكون عندك الميم إذا كانت خالية من الحركة يا إما بتكون مدغمة يا إما عندها إخفاء، وباقي الحروف كلياتها إظهار. فالميم مع الميم إدغام، الميم مع الباء إخفاء وإخفاء شفهي. طيب، ومنهم مي، النون مع الياء إدغام، النون خالي من الحركة يعني معناته في حكم. شو هو الحكم؟ يا إما إخفاء يا إما إدغام. هنا إدغام طبعا بغنة أكمل ما يكون، وإدغام ناقص وليس كامل، لأني بجيب غنة مع الياء. من يمشي على 4 أو 5 حركات، على 4، يخلق الله ما يشاء، سهلة. إن الله، إن في الآخر نا وليس النا، انتبهوا. إن الله على كل شيء شيء، الغنة مفخمة، شيء قدير. وقلت لكم دائما الكسرتين المزجوحين عن بعض أو الفتحتين المزجوحين عن بعض والضمتين اللي جنب بعض، هذول معناهم نون خالية من الحركة، يعني يا إما يعني هناك حكم، يا إما إدغام يا إما إخفاء بس. وهيك الآيات سهلة ميسرة إن شاء الله. لو سمحتوا شير ولايك وتعليق، حتى لو ما برد عليكم بس عشان يصير في تفاعل. ما بتتعدى المشاهدات أكثر من 300، عشان هيك صار عندي فتور في التسجيل. إلى اللقاء، السلام عليكم.